أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي. النهاردة هناخد درس جديد في الوحدة التانية في الجغرافيا، اللي هو درس الأرض وأبعادها. عندما نسير يا أولاد على سطح الأرض، الأرض بنحس إنها منبسطة تماما، مفيهاش أي انحناء، رغم ان الارض بتشبه الكرة تماما وفيها انحناء. السبب في كده ان عينك لا ترى الا مساحة صغيرة جدا من سطح الارض. طب ماذا يحدث يا ولاد لو كانت الارض يا ولاد مسطحة؟ هتسقط عليها اشعة الشمس عليها يا ولاد ايه؟ بشكل عمودي، وبالتالي وفي وقت واحد على كل سطح الارض يا ولاد، في وقت واحد تسقط اشعه الشمس بشكل عمودي على كل سطح الارض في وقت واحد، وبالتالي هيحدث ايه؟ ايه النتائج هتترتب على كده؟ عدم تنوع المناخ، المناخ يبقى ثابت واحد في كل مكان من سطح الارض، وبالتالي عدم تنوع البيئات، عدم تنوع النبات والكائنات الحيه. لكن من فضل الله يا ولاد ان الارض يا ولاد كروية الشكل. طب النتائج المترتبة على شكل الكرة والأرض بقى دوت، أدى لاختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض من مكان لآخر من وقت لآخر، وإن أشعة الشمس تسقط على مكان في الوقت دوت ولا تسقط على مكان تاني في نفس الوقت. أدى الاختلاف زاوية سكوت أشعة الشمس، ده أدى لإيه يا ولاد؟ في تنوع في المناخ، إذا في تنوع في المناخ يبقى في تنوع في النبات، في الكائنات الحية، في البيئات، ودي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. سؤال بس، هل الأرض كروية الشكل تماما؟ لا، ليست كاملة الاستدارة، الأرض ليست كاملة الاستدارة. مش كروية الشكل تماما. السبب في كده ايه؟ لو بصينا للشكل قصادنا يا ولاد، هنجد ان الارض في قطرين، القطر القطبي اللي بيربط بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي ويمر بمركز الارض، وطوله 7900 ميل. ولو بصينا على القطر الاستوائي اللي بيمر بمركز الارض بيصل الشرق بالغرب وطوله 7927 ميل، هنجد ان طول القطر الاستوائي اطول من طول القطر القطبي بحوالي 27 ميل. عشان كده يا اولاد اصبحت الارض غير كاملة الاستدارة، اصبحت منبعجة عند خط الاستواء. معاد منبعجة في الشرق والغرب زي ما احنا شايفين كده، ومفلطحة عند القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي. طيب سؤال، ماذا يحدث لو كان طول القطر القطبي يساوي طول القطر الاستوائي؟ الإجابة هتصبح الأرض كاملة الاستدارة، هتصبح كروية الشكل تماما. طيب العلماء يرسموا يا ولاد، يرسموا لنا حاجة اسمها في الخرائط وعلى مجسمات الكرة الأرضية دوائر العرض وخطوط الطول. دوائر العرض دي يا ولاد دوائر وهمية مش موجودة في الطبيعة، وخطوط الطول دي خطوط الطول دي يا ولاد خطوط وهمية مش موجودة في الطبيعة. طب هما ليه رسموها على مجسم الكرة الأرضية والخرائط؟ نتيجة اتساع كوكب الأرض، وحتى يسهل لهم دراسة كوكب الأرض والتعرف على موقع المدن والبلدان يا ولاد بدقة. طب ايه تعريف دوائر العرض؟ دي دوائر وهمية مش موجودة أصلا، وهمية، هم رسموها على الخرائط ومجسم كرة أرضية أفقية وتحيط بالكرة الأرضية وهي غير متساوية الحجم، حجمها مش واحد يا ولاد. كلما ابتعدنا عن دائرة العرض الرئيسية اللي هي الاستواء، تبتدي تصغر دوائر العرض لحد ما تصبح نقطة عند القطب الشمالي ونقطة عند القطب الجنوبي. بيبلغ عدد دوائر العرض يا ولاد 180 دائرة عرض. دائرة العرض الرئيسية دائرة الاستواء ودرجتها صفر، شمال الاستواء في 90 دائرة عرض وجنوب الاستواء في 90 دائرة عرض. يبقى عدد دوائر العرض كام يا ولاد؟
90 و90 يبقى 180 دائرة عرض، 90 شمال الاستواء و90 جنوب الاستواء. طيب هنتكلم بقى على دوائر العرض الرئيسية، رسمنا العلماء زي ما احنا قلنا دائرة العرض الرئيسية اللي هي درجتها صفر اللي بتقسم الكرة الأرضية شمال وجنوب، الاستواء صفر. في عندنا عند درجة 23.5 شمالا بنجد مدار السرطان، في الجنوب عند درجة 23.5 بنجد مدار الجدي، في الشمال عند درجة 66.5 بنجد الدائرة القطبية الشمالية، في الجنوب عند دائرة عند درجة 66.5 بنجد الدائرة القطبية الجنوبية، عند درجة 90 بنجد نقطة القطب الشمالي، عند 90 جنوبا بنجد نقطة القطب الجنوبي. دي دوائر عرض رئيسية يا ولاد. دوائر العرض الرئيسية دي مهمة الشكل ده يا ولاد، لازم تحفظوه وتذاكروه كويس، هنحتاجه بعدين. أهمية دوائر العرض، طب هما رسمنا ليه؟ مهمة في ايه دي دوائر العرض؟ مهمة ان هي من خلالها نقدر نحدد موقع المدن والبلدان، هل هي بتقع في شمال الكرة الأرضية ولا جنوب الكرة الأرضية، شمال الاستواء ولا جنوب الاستواء. كمان بتساعد في تقسيم العالم الى مناطق حرارية والتعرف على احوال المناخ من حيث الحرارة والرياح والامطار. ثلاثة، بتشترك مع خطوط الطول، هي خطوط الطول ان احنا نعرف مواقع المدن والبلدان بدقة يا اولاد. اهمية دوائر العرض. رابع حاجة، بتساعد في تحديد مكان الانسان على سطح الارض شمالا وجنوبا. طب ايه تعريف خطوط الطول؟ دي بقى انصاف دوائر وهمية، انصاف دوائر وهمية بتبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي. انصاف دوائر وهمية مش موجودة على ما هم اللي رسمنا، بتبدأ منين؟ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي، وهي متساوية في الطول يا ولاد، طولها واحد. طب خط الطول الرئيسي، خط جرينتش او خط الطول الرئيسي ودرجته صفر. شرق خط جرينتش فيه 180 خط طول، وغرب خط جرينتش فيه 180 خط طول. يعني كده عدد خطوط الطول كام يا ولاد؟ 180 يبقى كام خط طول؟ 360 خط طول. والخط الرئيسي قلنا خط جرينتش، زي ما احنا قلنا دائرة العرض الرئيسية دائرة الاستواء درجتها صفر، شمالها فيه 90 دائرة عرض وجنوبها فيه 90 دائرة عرض. طب أهمية خطوط الطول ايه؟ من خلالها بنقدر نحدد المكان على سطح الأرض شرقا وغربا، بينما كانت دوائر العرض يا ولاد بنحدد المكان شمالا وجنوبا. وكمان أهمية خطوط الطول يا ولاد، بتحدد الزمن مفروق التوقيت في كل مكان على سطح الأرض. هي يا ولاد خطوط الطول خط الطول الرئيسي خط جرينتش، شرقه في 180 خط طول وغربه في 180 خط طول. قلنا تعريف خطوط الطول، قلنا انصاف دوائر وهمية بتبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي، وهي متساوية يا ولاد في الطول. طيب المدن يا ولاد اللي بتقع على خط طول واحد توقيتها بيبقى واحد، بتتفق في التوقيت، توقيت واحد. كمثال مدينة القاهرة بتقع على خط طول 30 شرقا، شرق جرينتش، ومدينة الخرطوم في السودان بتقع على خط طول 30 شرقا، شرق خط جرينتش. هنجد ان الوقت في المدينتين واحد يا ولاد، لانهم بيقعوا على خط طول واحد. بينما المدن اللي بتقع على خطوط طول مختلفة نجد فيه فرق في التوقيت، في اختلاف في التوقيت. طيب والسبب في كده يا ولاد؟ ان الارض بتدور حول محورها، حول نفسها، منين لمنين؟ من الغرب للشرق، مرة كل 24 ساعة أمام الشمس، الدورة اليومية للأرض. والشمس بتشرق على الأماكن اللي بتقع شرق خط جرينتش قبل الأماكن اللي بتقع غرب خط جرينتش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الأجزاء الشرقية من الأرض بتسبق الأجزاء الغربية من الأرض في التوقيت، بسبب ان الارض بتدور حول نفسها من الغرب للشرق.
مرة كل 24 ساعة، فبتشرق الشمس على الشرق قبل ايه يا ولاد؟ قبل الغرب. عشان كده الأجزاء الشرقية بتسبق الأجزاء الغربية في ايه؟ في الوقت. طيب الفرق بين كل خط وخط طول كام يا ولاد؟ 4 دقائق. الفرق بين كل خط وخط كام؟ خط طول 4 دقايق. لو انت مسافر شرقا معايا بتضيف الفرق دوت، لو انت متجه غربا معايا يا ولاد بتطرح الفرق دوت. طب ليه؟ ما احنا قلنا ليه؟ لان الاجزاء الشرقيه بتسبق الاجزاء الغربيه في الوقت. فانت لو متجه شرقا، شرق المكان اللي انت فيه، بتزود ايه؟ الوقت. لو انت متجه غربا ايه؟ بتطرح هذا الوقت. هندي مثل بس كده بسرعه يا ولاد. مدينه لندن اللي هي على خط طول 0 جرينتش، الساعه فيها دلوقتي يا ولاد مثلا الساعه 9 دلوقتي، الساعه 9 صباحا. عايزين نعرف يبقى الوقت في مدينه الاسكندريه الساعه كام دلوقتي في مدينه الاسكندريه؟ طب لازم نعرف الاول مدينه الاسكندريه بتقع على خط طول كام. مدينه الاسكندريه بتقع على خط طول 30 شرقا، والساعه في لندن قلنا الساعه 9. طب نعمل ايه عشان نعرف الساعه كام في الاسكندريه؟ احنا عرفنا في لندن 9 صباحا. بنجيب الاول الفرق يا اولاد معايا، الفرق بين خطوط الطول ازاي يعني؟ احنا قلنا لندن 0 والاسكندريه خط طول 30 شرقا، فبنطرح ال 30 شرقا من 0، بيدينا في فرق كام خط طول؟ 30 خط طول. في فرق 30 خط طول بين لندن والاسكندريه. وقلنا الفرق بين كل خط وخط كام دي يا اولاد؟ 4 دقايق. بنضرب ال 4 دقايق ديت في كام؟ في ال 30 خط طول، بيدينا قد ايه؟ 120. 120 ايه؟ دقيقه. يعني كام ساعه؟ ساعتين. طيب فرق كده بين الاسكندريه ولندن ساعتين. الاسكندريه بتقع في الشرق ولا في الغرب؟ تقع شرق لندن ولا غرب لندن؟ تقع شرق لندن، ان لندن قلنا على خط طول، خط طول ايه؟ جرينتش، اللي هو 0، بينما الاسكندريه خط طول 30 شرقا. يبقى هنضيف الساعتين دول يا ولاد اللي هم الفرق، هنضيفهم على ايه؟ احنا قلنا الساعه 9 في لندن، هنضيف عليهم ساعتين تبقى الساعه 11 في الاسكندريه. تمام كده يا شباب؟ يا رب يكون تمام. كده نكون قد انتهينا من درس اليوم، متمنيا لكم دوام النجاح والتفوق، والى اللقاء.